أريد أبدب مخيلتي وأريد أستذكر أهل البيت والعاشر، وأخذ دور المراية وأعكس كانوا وش يردون شي قصدون، حالي حال أي إنسان مو إلا بفهم شاعر، إن حسين استقر بقاع غربة ووحشة ديار ويتامه هواي، ووحدة وبيها كان الطير ما طاير، كانت فكرة حسين الضمير يعيش، ولما ينسأل عالدين قال بدم ما عامل وقال بيش، ومنو البين اللي يعوف الدنيا والبيها، ومنو اللي يتجرأ ويعرف بروحه يموت ويرضى يموت، ومن شدوا عيون الدين فلها وقال انا يا ناس راعيها، دمك من نزل على القاع راسم خارطة للناس تنصحها وتدليها، ومنو اللي يستقبل الناس بفواكيها، بالطف كان نجروح مثل صفحات من كتاب، واحد فوق واحد سدهن وصلى، حسين اول بشر بالناس من الزورة ما تمله. ولما تدخل الحضره يسمع لك شكو بقلبك ويفهم باي طريقه شرايد تقله، حسين معدل ايامي ومواليدي وتعب قلبي، محلين السواد التارس متون بشهر عاشور تحلى العين بالكحله، محلين السواد التارس متون بشهر عاشور تحلى العين بالكحله، حسين اول بشر قبله، واضح موقف العباس مو بس سيف مو بس دم، كان الميمنه ممشيها بعيونه، وكان الطرف الاخر ماشي باخلاقه مو من خوف، لانهم يدعون الدين القتلهم كان شايل هم، واضح كان من يحكي ولا عند الحكي اللي ينضم، وعلمنا علمنا اذا نكفل الكفاله تعيش ويانا جزء من دين، وعلمنا احترام الأخ الأكبر دين، وعلمنا منو وحسين، وعلمنا الأخت تنصان ما تنهان تكلف عين لو هامة، ولما نضحي بالشفين يقصد شان ينقص شفة بس ما يترك سلامة، وعلمنا الأدب يبتدي بباب البيت، إذا يحكي أخوه وياي جاوب أمراً وحاضر، قصد الخوة دم ويفور مثل ما فار دم إخوان عالساتر، ترى العند بشر قائد مثل عباس، ترى العند بشر قائد مثل عباس، زحمة يعيش ويناسب عقل شاغر، زحمة يعيش ويناسب عقل شاغر.